الابكار انطلق على بركة الله، الله يوفق الجميع مع انطلاقة هذا الشوط وانطلاقة هذا السن المميز، المركز الأول والصدارة مع هذا الشعار الجميل، وهي إشفاق للسيد محمد بن راشد بن سعيد المري. تشفق على الناموس، تشفق على الناموس، وأيضا تثير أبغى أجيب وصف ممتاز على هذه البكرة. إشفاق إذن على المركز الثاني. المركز الأول هي رسالة للسيد عبد الله بن محمد بن حمد الكعبي على المركز الأول. المركز الثالث وهي حاملة الرقم 20 بنت الباز علي بن حمد بن حسين بن جرحب بقيادة البرنس بسعود عبد العزيز بن حمد بن حسين. تمنياتنا لك بالتوفيق يا أبو سعود مع هذه البكرة المنطلقة، وهي بنت الباز علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري على المركز الثالث. المركز الأول مشاهدينا الكرام انطلاقة الدوحة، الدوحة وهي الرسالة عبد الله بن محمد بن حمد الكعبي على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني انطلاقة إشفاق، إشفاق وصلت إشفاق، انطلقت إشفاق على المركز الثاني وهي للسيد محمد بن راشد بن سعيد المري. اسم صعب صراحة يا محمد بن سعيد. المركز الثالث وصول خطير من قبل العنود محمد بن صالح آل سعد يصل لهذا الشعار المميز، شعار اللي هي العنود. إذن العنود بالفعل للسيد محمد بن صالح آل سعد على المركز الثاني. المركز الثالث إشفاق رابعا مشاهدينا الكرام بالشيخ جيم بن علي المري، لكن المركز الأول يا سلام لا تزال انطلاقة من قبل الرسالة عبد الله بن محمد بن حمد الكبيسي على المركز الأول. المركز الثاني 100 متر يا سلام يا سلام، بدت الأوامر، بدت التعليمات وبدأ التحرك. الله شوف التسلل والتجاوز من حاملة الرقم 10 بلشة أخ جيم بن علي المري، ولكن ألف 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 مبروك لك يا الكبيسي على انتزاع المركز الأول. صاحبة المركز الأول عند الكبيسي الرسالة عبد الله بن محمد بن حمد الكبيسي توقيتها الزمني دقيقتين 14 ثانية. ألف مبروك المركز الثاني حاملة رقم 10 بالشيخ جيم بن علي المري أخرها، والمركز الأول ما حرك واحدة بواحدة، إذن يستاهلون جميع على التأهيل. ألف مبروك لكل الفائزين.